السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا أخواتنا أصحابنا، مرحبا بكم. اليوم بإذن الله رح نقدم لكم البرنامج الغذائي الأسبوعي للحسون داخل السلاكة خلال مرحلة تغيير الريش. نبدأها يوم بيوم وش نقدمه للطيور تاعنا بإذن الله من أكل ومواد سائلة. هناك عنصرين أساسيين في هذا البرنامج، هو خلطة البذور ومصدر الكالسيوم. هذا يوميا خلطة البذور اللي عندك، كامي كيكي مانيتوبا اللي جات، ومصدر الكالسيوم اللي عندك، ساديبون الجريت ولا قشور البيض ولا عظام السيبيا. هذو يومين ما يتنحوش من السلاكة. نبداو على بركة الله. يوم الجمعة عندنا باتي وبذور الشيا. يوم السبت عندنا بذور الشوفان زائد خضار. بالنسبة للخضار عندك كاين الجزر، بروكولي، سلطة، سلق، سبانخ، خيار. واش كان متوفر عندك في الدار قدموه للطيور تاعك، تحطو الصباح العشية تنحي. الأحد عندنا مكسرات أو بذور دوار الشمس. مكسرات هما الجوز، اللوز، واش كان عندك قدم، يعني كمية قليلة 6 حبات 5 حبات وتكرفجهم وتحطهم للطيور تاعك، ولا تمد بذور دوار الشمس. الاثنين نقدموا الفاكهة، فاكهة مثل التفاح، التمر، واش كان عندك نوع تاع فاكهة قدمو، التين المجفف ولا التين اللي راهو كاين دركا، يعني تقدر تقدمو في يوم الاثنين. الثلاثاء نقدمو النباتات البرية المتمثلة في عندك النباتات الشوكية اللي راهي متوفرة حاليا وهذا الوقت، ولا عندك الهنديبة ولا التلفاف. ليسونسيال النباتات الشوكية والنباتات البرية اللي راهي متوفرة حاليا. يوم الثلاثاء قلنا نباتات البرية. يوم الأربعاء نقدموا البيض المسلوق بالقشرة تاعو زائد بذور البيريلا. ويوم الخميس نقدموا بذور شوك الجمل زائد الخضار، الشاردون ماري مع الخضار. الخضار كما قلنا واش توفر عندك، صديبهم فلفل، خيار، زروديه، واش كاين عندك في البيت قدم. كما لاحظتم في هذا البرنامج الخيار انا راني قدمته مرتين بالاسبوع، والفاكهه مره بالاسبوع، والبيض والباتي مره بالاسبوع، يعني تكون متنوعه، يكون البرنامج الغذائي متنوع. وما تخافش على الطير تاعك، راه داخل السلاكه اي طير تما راه يحرق، ما تخافش يتشحم الكل، ما تخافش. دوك ننتقلوا للماء كيفاش نقدموه ولا السوائل. بالنسبة للمكملات الغذائية أنا نقدم الأفيكول كما راكم تشوفوا. الأفيكول مكمل غذائي ماشي دواء، كاين بزاف اللي يغلطوا يقول لك دواء، هو مكمل غذائي، سي ان اليمون كومبليمونتير. ليسونسيال نقدم الأفيكول خلال مرحلة تغيير الريش، هو ممتاز للريش، للألوان تاع الطيور تاعنا، وخاصة ينقي الكبد من السموم والشحوم. الافيكول يا جماعة ينقي الكبد ويمدوه ثاني وقت تغيير الريش، ويتمد ثاني اثناء المسابقات، ويتمد ثاني اثناء لاكراسونس تاع ليزوازيون، يعني النمو تاع الفراخ بعد الفقس، يعني مكمل غذائي هايل. هذا نعتمد عليه بزاف خلال فترة تغيير الريش. طريقة التقديم تاعو هي من 8 حتى 10 قطرات في مشربيات تاع 80 مليمتر ولا 100 مليمتر، يعني كل 10 مليلتر نديرو نقطة واحدة، 3 مرات، من 2 إلى 3 مرات بالأسبوع خلال كامل فترة تغيير الريش، يعني 3 فوا بار سومان بوندون لامو نقدموه للطيور تاعنا. نقدم ثاني خل تفاح مرة كل 10 أيام، خل تفاح مرة كل 10 أيام على مدار السنة بمعدل 12 الى 15 قطرة في المشربية تاع 80 مليلتر. نقدم ثاني ملعقة صغيرة من العسل الحر مرة كل 10 ايام على مدار السنة، يعني سي ان فورتيفيون، مقوي ومحفز ويساعد الطيور تاعنا في الغناء، ومعمر بالفيتامين والاملاح المعدنية، يعني ملتي فيتامين ناتورال. نقدم ثاني منقوع الزعتر والزنجبيل والقرنفل مرة كل 15 يوم بالمشربية، حكينا عليه من قبل، هذا
يعتبر كوقاية من كافة الأمراض، من ضربة الريح، من كلش من كلش، مليح للجهاز الهضمي، مليح للأمعاء، مليح لكلش. حاجة واحدة أخرى نأكد عليها، الدوش والتشميس يوميا، يوميا لازم الدوش، ما فيهاش أثناء مرحلة تغيير الريش لازم الدوش والتشميس. هذا كان موضوعنا اليوم، وإن شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. تهلاو في روحكم وتلقاو في فيديوهات أخرى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.